ورجعنا لكم مرة تانية ومش مقولة طبعا في برنامج دردشة سريعة ما يبقاش فيه دردشة دينية شوية. معانا ان شاء الله النهاردة ضيف الفقرة التانية العالم الازهري فضيلة الشيخ محمود الازهري من امام امام وخطيب وزارة الاوقاف وخبير العلاقات الزوجية ان شاء الله من علماء الازهر الشريف. بنرحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بكم وحياتك منورنا والله. منورنا الدنيا كلها. الله يخليك ويكرمك واهلا بيكم فريق الاعداد والمشاهدين الكرام. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك. اهلا بحضرتك. سمعنا ان الغرب معلومه كده اعرفها منك، سمعنا ان الغرب الفوا كتاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. كان من كتاب اسمه كتاب العظماء. نعم نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرتك بتسأل سؤال جميل جدا، وده هذا إن دل فإنما يدل على عظمة الإسلام، إن اللي شهدوا بعظمة الإسلام وبعظمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام مش مسلمين، ولكن على عيننا وعرسنا كل انسان عنده علم حتى لو غير مسلم فهو على انه عرسنا، لان الاسلام علمنا ان احنا نحترم اراء الناس كلها. العالم الفرنسي اللي هو اسمه مايكل هارد، مايكل ايه؟ مايكل هارد. مايكل هارد ده طبعا عالم مشهور، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان العالم كله في امس الحاجه الى ان يدرس ادب محمد نبي الاسلام. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي في الايام دي الطلاق بقى والمشاكل الزوجيه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، احنا دلوقتي الايام دي في امس الحاجه ان احنا نشوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتعامل ازاي مع زوجاته ونتعلم. طب ليه بقى؟ هو لما قرا في سيره النبي عليه الصلاه والسلام وقرا في اخلاق النبي وحنيه النبي ورومانسيه النبي عليه الصلاه والسلام، الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، الف كتاب كبير قوي ابهر بيه العالم كله. ايه هو الكتاب ده؟ يقول لك العظماء 100 اعظمهم محمد عليه الصلاه والسلام. في اعظم من كده بالله عليك؟ في اعظم من كده اسلام، وفي اعظم من كده دين، وفي اعظم من كده عظمه النبي عليه الصلاه والسلام، لان ربنا عز وجل هو اللي رفع قدره. طب ليه هو قال كده من فراغ؟ لا، ده قرا في سيره النبي وقرا في اخلاق النبي وقرا في معاملاته مع زوجاته وقرا في الرومانسيه اللي هو اول من شرع قانون الرومانسيه ورسول الله. طب ممكن حضرتك تكلمنا شويه عن طريقه تعامل النبي محمد عليه الصلاة والسلام لزوجته؟ سؤال جميل جدا من حضرتك والله. ربنا يخليك. السيدة عائشة طبعا حضرتك عارفاها طبعا. أحب النساء إلى قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام. بتقولي السيدة عائشة رضي الله عنها، بتقولي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعملها أحسن معاملة. يعني ايه كان بيعملها احسن معامله؟ في يوم من الايام سالت النبي سؤال جميل قوي، بتقول له يا رسول الله عشان بس تعرفي ذكاء النبي وعبقريته عليه الصلاه والسلام، العبقري اللي بيعرف ازاي يتعامل مع زوجاته ويعرف يسيسهم، زي ما بقول كده سياسه، سياسه زوجيه، زي ما في سياسه اجتماعيه في سياسه ايه؟ زوجيه. السيده عائشه بتسال النبي عليه الصلاه والسلام، بتقول له يا رسول الله وانت بتحبني؟ دي محتاجه سؤال؟ انت بتحبني يا رسول الله؟ فقال لها طبعا يا عائشة انت احب النساء الى قلبي، وهو اللي صرح بكده لما الصحابة سألوه من احب الناس الى قلبك؟ قال عائشة. قال لا يا رسول الله، اسألكم من الرجال مش من ستات، مين احب؟ قال ابوها. فهي وابوها احب ايه؟ احب الناس الى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. بتقول السيدة عائشة رضي الله عنها ارضاها، بتقول النبي بتحبني يا رسول الله؟ فقال لها ايوه بحبك يا عائشة. قالت له خلاص، لو انت بتحبني بحق وحقيقي قول قدام زوجتك التسعة كلهم ان انت بتحبني. ها ده موقف ايه؟ موقف صعب. لو قال كده قدام زوجاته التسعة كلهم يعملوا ايه؟ هيزعلوا طبعا. يعني انت بتحبها وما بتحبناش يا رسول الله؟ طب لو ما عملش كده حبيبة قلبه هتزعل. فيعمل ايه السيدة بيعمل النبي عليه الصلاة والسلام الذكي العبقري؟ يدي لكل زوجة من زوجاته يبعت لها في السر كده درهم، يعني جنيه فضة، ويقول لها ما تقولش لأي حد خالص ان انت خدت جنيه الدرهم ده، عشان الغيرة ما تحصلش. الله ينور عليك، الغيرة. فتعمل ايه بقى؟ فكل واحد تاخد الجنيه وزي ما بيقولوا كده تحطه على الخبر المأجور وما تقولش لاي حد خالص. كل واحده فاكره ان هي الوحده. ايوه، يجتمعوا كلهم في بيت السيده عائشه. فالسيده عائشه بتقوم بوي نفسها ريشها كده واثقه من نفسها، اي النساء احب الى قلبك يا رسول الله؟ من احب الناس الى قلبك؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام ذكي يقول لها ايه؟ التي اعطيتها اليوم درهما، اللي انا بعت لها الدرهم اللي انا ايه؟ اللي انا بحبها. فكل واحده افتكرت ان هي الوحيده اللي خدت الايه؟ اللي خدت الدرهم. فكل واحده انبسطت وفرحت وزقطت وخدت بعضها ومشيت. كل واحده افتكرت ان هي اللي مالكه وان هي اللي استحوذت على قلب النبي عليه الصلاه والسلام. فشفت الرومانسيه. عشان كده السيده عائشه تقول ايه رضي الله عنها؟ وده عدل برضو على فكره. بالعدل، الله ينور. العدل بمناسبه بقى العدل بقى ده عدل. العدل عشان احنا الزوجات. في ايامنا دي الرجاله كلها، انا اسفه يعني، تاني برضو تاني برضو انا اسفه يا احمد، طيب ماشي. الرجاله كلها ما تعرفش في الشرع الا الشرع حل الاربعه،
يا استاذه احنا بناخد بالظاهر، ربنا سبحانه وتعالى قال صح مثنى وثلاث ورباع، بس امتى؟ في ضوابط حضرتك، ايه ايه الضوابط لتعدد الزوجات؟ اولا احنا مش انبياء ولا احنا معصومين. واحد هيقول دلوقتي من النبي عليه الصلاه والسلام اتجوز 9 واتجوز 12، لا بس صعب جدا اعتقد ان واحد يقدر فعلا بجد بين الاربعه يكون عادل بين ده اتنين. ربنا اللي قال كده، ولا انت تستطيع وقال تعدله بين النساء، يعني صعب جدا لانه قلبه هيكون مايل لواحده، فدلوقتي عايزين دلوقتي يكون في عدل. طيب. دلوقتي واحد دلوقتي هيقول برضه السؤال مقترح، ازاي بتتكلمون على تعدد الزوجات ان هو مش مباح مثلا، او هو في ضوابط والنبي صلى الله عليه وسلم اتجوز 9؟ طب ممكن بس ان تقول لنا الضوابط بتاعت الضوابط شرع حل الاربعه دي عشان كل الرجاله هو تسمع زي ما دلوقتي. الاستاذ الفاضل الاستاذ احمد قال ان هي العدل بين الزوجين، ده اول ده اول حاجه قاعدة. دلوقتي ربنا قال مش بين الزوجين بين الزوجين بين الثلاثه بين الاربعه، سواء ماكل ومشرب وملبس ان هو قادر على كل تكاليف العدل الزوجين. في الحياه بقى كلها الحياة. يعني انا جبت دي كيلو فاكهه ما بين اتنين، نعم في راجل صعب. في الزمن ده يقدر يعدل ما بين اتنين كمشاعر كماديات كل حاجه. يا استاذ النبي نفسه قال اللهم ايه اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تحاسبني فيما لا املك، لان قلبي اختار واحده او اتنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتجوز هو نفسه الشاب لما اختار واحده بس، وانا قلتها في حلقات كتير. النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار واحده زوجته اتجوز مين؟ واحده هو باختياره هو، اللي هي مين؟ السيده خديجه، اللي هي اول زوجه من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. طب بقيه الزوجات يا شيخ ما اتجوزهمش باختياره، ده كان بينزل وحي من السماء يا رسول الله ان الله يامرك ان تزوج فلانه بنت فلان، يعني السيده عائشه ما شافهاش ولا حد يعرفها. وبعدين كان اكيد ده برضه بيبقى عظه لينا ان هو اتجوز الكبيره، اتجوز المسيحيه. الله ينور عليك، ده برضه ايوه ده اللي عايز يعلمنا الوطنيه، عايز يعلمنا يعني ايه حب ما بين اطياف المجتمع، سواء مسلم او مسيحي او نصراني، كله ده على فعلنا وعرسنا، لان الاسلام كله حاجه واحده، الاسلام كله منطوقه واحده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ولقد كرمنا ربنا عز وجل كده، ولقد كرمنا مين؟ بني ادم، ما قالش المسلمين، ده قال المسيحيين واليهود والنصارى وكل ده ربنا عز وجل كرمهم. عدم العدل بين الازواج ده جزاء كان شرف لنا احنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من السيده هاجر القبطيه او هاجر المصريه، ليه؟ ان احنا انساب النبي عليه الصلاه والسلام. فده العدل بنتكلم في ايه؟ بنتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، اولا احنا خلاص اتفقنا النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بيتجوز باختياره، كان بيتجوز ايه؟ كان بيتجوز بوحي من السماء، امر من ربنا، امر الهي. وتاني حاجه كان بيتجوز انسانيه، ولو حدك لاحظت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتجوز شهوه، او ما كانش بيتجوز حبا في النساء، لو كان عايز يحب كان يتجوز بيه. هي رساله صح؟ يعني غالبيه هي رساله، النساء كلهم رساله، النساء كلهم بلا استثناء كانوا مطلقات وارامل. النبي صلى الله عليه وسلم كان واحده عندها 40 هيعمل بيها ايه؟ رسالة. لو هو عايز يتجوزها شهوه يعمل بيها ايه؟ واحده كبيره في السن لما راح يتقدم للسيده ام سلمه احدى زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، هي رفضت، قالت له يا رسول الله تعمل بيها ايه؟ ده عجوزه وانا عندي عيال كتير وارمله اعمل بيها؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام حنين الرومانسي يقول لها ايه؟ يقول لها ان كنت كبيره السن فانا اكبر منك. شفتي الحنيه، مش عايز يعرفها ان هي عجوزه بقى وكبرت. ومع ذلك برضه لما راحت النبي عليه الصلاه والسلام وشافت اخلاق النبي قالت والله ده انا اللي كنت متجوزه ده ما يجيش ذره من اخلاق النبي وحنيته. طبعا شفتي؟ مش هتلاقي احسن من النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ مش هتلاقي احسن من النبي فين؟ فحضرتك دلوقتي بتتكلمي دلوقتي ان احنا دلوقتي في مجتمع دلوقتي مش هينفع نعدد الزوجات، مش هينفع والله. طب يا جماعه ايه الضوابط؟ ما قلتليش الضوابط دلوقتي ان هو زي ما قلنا كده العدل في كله، سواء ماكل ومشرب. انا جبت هنا كيلو فاكهه يبقى كيلو فاكهه، يعني حتى لو الاولى غير العدل، حتى لو الاولى ما فيهاش اي غلطه ما ينفعش يميز. لا ما فيهاش لا 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 اي غلطه. لا بتسال سؤال مهم جدا. ايوه الله ينور عليك. كل حاجه تمام. السؤال ده ساله النبي، هل ان هو ليه الحق ان يقول انا اتجوز الثانيه؟ اسمع عشان ما بقول لحضرتك اهو، السؤال ده سال النبي، الصحابه سال النبي ليه يا رسول الله ما اتجوزش على خديجه وهي عايشه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قعد معاها 25 سنه ما اتجوزش على طول ما هي عايشه. هي عايزه هي عايزه توصل لك ان هي تقول لك انا متجوز مثلا حد متكامل كويس كمان لله سبحانه وتعالى متكامل. طب انا لو اتجوزت واحده تانية وانا اللي متجوزه دي متكامل، قالت أيوة. واحده تانية مثلا صح انا جاي في الطريقه جاي في الكلام اهو. فالنبي قال لهم ايه؟ ما رايت عيبا في خديجه ماشي لتكمله امراه اخرى. هو ما كانش فيها عيب السيده عشان كده ما اتجوزتش عليها. فالنبي عايز يوصلنا رساله ان ما دام انت زوجتك ماشي مراعياك، سواء في الحقوق الزوجيه، سواء في المعاشره الزوجيه، سواء في البيت، سواء في الاولاد، سواء في المصاريف، سواء في كل حاجه، يبقى انت ما تتجوزش عليها. هتتجوز عليها ليه؟ بس انا عندي امثال بشوفها
لا سبب الجواز اصل احنا يا استاذه، زهقت. انا حضرتك المكتب كل يوم بيجيني، انا صراحه بيني وبينك ما بحبش اتجوز واحد تاني زوجه تانيه. انا اهو انا كمأذون مثلا في مكتب كاتب كتاب ماشي، انا بحبش ازوج زوج تاني خالص زوجه تانيه، لان ليه؟ هيظلم الاولانيه والله العظيم من كتر المهزله. حضرتك واحده دلوقتي جوزها اتجوز عليها عندها 4 بنات حضرتك، وعلى وش الجواز. جواز الجواز اسمه نصيب ولا اختيار؟ الجواز ده سؤال مهم قوي. اسمه في ناس نصيب كتير قوي ولا فاكره ان اختيار؟ ده مقدر ومكتوب، لو تمام. وقع في مثلا في واحده مثلا او كان طلعت عيني قول ده ربنا مقدر لي كده. لا يا حبيبي ربنا مقدر، انت اللي اخترت. الجواز اسمه ونصيب ليه؟ لان قضاء وقدر. بس هل ربنا امرك واجبرك على كده؟ يبقى ده ايه؟ طيب معانا مداخلة اختيار. تليفونية. أستاذة آية أهلا بيكي. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح اتفضلي. الخير يا آية. كنت عايزة أسألك شيخ على حاجة. اتفضلي اتفضلي. دلوقتي يا شيخ أنا يعني حلمت بخيالي المتوفي إن هو جاي يطلب مني أقرأ سورة ياسين. كويس. هل هو أنت بيصل لي سورة ياسين لما أنا أقرأها للمتوفي؟ ولا هو كده المفروض إن أنا أعمل ليه حاجة تانية؟ رسالتك وصلت. في سؤال تاني؟ لا شكرا. شكرا ماشي. لحضرتك وشيخنا هيجاوب لك دلوقتي. الأستاذة هي بتقول الفاضلة لك دي رؤية إن ما خالها. تقولش حلمت. إيه؟ هقول بسرعة ولا طيب أجاوب؟ ناخد برضو اتصال طب تاني بعد ماشي إذنك. مشكلة عادي. معانا الأستاذ عادل. لو سمحت كان في مشكلة معايا الزوجية، كنت متزوج وحصل مشوار طلاق بعد 2 3 سنين، وبعد ما حصل الإنجاب وكل حاجة وتوفر الواحد، بعد كده 3 هي اتجوزت وجوزت قبل العدة، وآخر 3 4 شهور عملت مشاكل كثيرة في الكنيس والمسيح والغسيل والخليج وما عاوزاش تخرج ولا تعمل، وطريقة هي كانت متابعة على أساس تتجوز حد تاني واتجوزت، وكل ما كنت أشوف مشوار قدومه والجواز تطلع كلام كتير لغاية لما فركشت كذا مشوار قدومه والجواز، فما كنتش عارف. حاولت أرد على ناس أو أهلها وبرضه حسيت مشاكل كتير يعني. وكنت عايز أفتكر الحاجة. طيب هو الشيخ هيجاوبك على سؤالك إن شاء الله بإذن الله. هنخلص دلوقتي. في أسئلة تانية معانا؟ في اتصالات؟ كمل يا شيخ. الأستاذة الفاضلة بتسأل بتقول أنا حلمت، هي رؤية صالحة؟ قلت لها خالها. خالها جالها في المنام. جالها في المنام وقال لها اقري لي سورة ياسين. اسمعنا بقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وداخل بالك ناس كتير قوي فاهمة إنه أو فاكرة إن القرآن لا يصل الميت، لا طبعا ده مخالف. جمهور العلماء كلهم قالوا إن حياتك لو قاعدة دلوقتي ماشي وبعد عمر طويل والدك أو والدتك توفوا مثلا أو أنا مثلا وحياتك قعدتي مكانك دلوقتي وقرأت كله والله أحد هتوصل له على طبق من ذهب وفي قبره بعد عمر طويل، انا او المشاهدين الكرام. فهو دلوقتي لما جالها في المنام عايز يعرفها ان هما معلش مقصرين معاهم شويه في موضوع الصدقه وقراءه القران. طب اشمعنى ياسين؟ دي رساله. أنا بحب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا دي... ياسين على موتاكم قلب القران. هي يعني زي ما بيقولوا كده السبب في رحمه ان ربنا عز وجل الميتين، فالاموات بيستانسوا بسوره ياسين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده اقرأوا ياسين على موتاكم، هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي امرنا. فلما جالها في المنام دي رساله من الميت، لما 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 اهل الميت ياثروا في الميت في صدقه او مثلا في دعاء فالميت بيجي لهم في المنام. يعني هو كده بيطلب منها ان هي تقرا له القران تطلع صدقه ويطلع تطلع صدق عليه. فده الرؤيه دي تبين ان انتم مقصرين في حق الميت، فهو بيوصل لكم رساله اقرأوا القران عليه، اقرأوا ياسين تطلعوا صدق عليه. طب نرجع لموضوع عايز اعرف اهم اسباب الطلاق في الوقت اللي احنا فيه ده ايه؟ الطلاق كتر قوي. سوء الاخلاق. الحاله اللي قبلي الحاله كنت طلعت برضو حاله بسبب اسباب الطلاق، انا اول سؤال على طول واول حاجه سوء الاخلاق. من انهي طرف؟ إيه؟ طرفين. يعني لا غالبيا الصراحه معلش من اللي بشوفه انا دلوقتي واقع حياتي انا كمأذون ماشي ان غالبيه الازواج الصراحه معلش بيظلموا زوجاتهم. ايه يا فندم؟ في ظلم من الزوج لزوجته. ليه؟ لان بيوصل زوجته لمرحله انهيار. الزوجه خلي بالك حياتك برضه اللي عندها قوه تحمل اكتر من الراجل. اكيد اكيد. ليه؟ أكيد. بتستحمل. أيوة. واحنا للاسف عندنا في الريف او في الريف او بعض القرى ايه بتيجي على الست شويه. ما هو ده بقى استحملي اللي عشان جوزك. أيوة. عشان عيالك عشان بيتك ما تشمتيش في عدوينك مش عارف ايه وتبقى اخرتها طلاق برضه واخرتها طلاق فهي غصب عنها قوه تحمل. من الاول يا اما اختاري صح. هي هتعمل ايه دلوقتي؟ سوء اخلاق ولا سوء اختيار؟ لا ما هو احنا من الاول سبب قبل الجواز عدم حسن الاختيار، عدم الاختيار الصحيح للزوجه والزوج. ان هي اختارت غلط وفضلت مكمله عشان خاطر أيوة. بيتها. فاحنا ممكن لو بنعاتب الزوجه ايراد فبنعاتب الزوج 24 ايراد، لان هو قوام البيت. الراجل ربنا سبحانه وتعالى جعل في العصمه ليه؟ لان المفروض هو يعني بيبص لعواقب الامور، يعني مراتك لما تقول لك طلقني ما تسمعش كلامها. ليه؟ الرسول اوصى الزوجه بايه للزوج؟ الرسول اوصى الزوجه بايه بقى؟ قال لها لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها.
تمام. ليه؟ كويس لان مفيش عظمه من الزوج لزوجته وما في يعني ايه، ويحلف بالله والله احنا مش عايزين كل حاجه يا شيخ تبقى الزوج الزوج الزوج. لا معلش انا بس برضه يعني بقول لان معلش يعني المره اللي فاتت انا جيت على الازواج في الحلقه اللي فاتت، فالناس كتير قوي بتشتكوني انت جاي على الرجاله ليه؟ طب احنا يعني بقى فهو اللي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها والله. طيب معانا اتصال تاني. طب ماشي اتفضل. الو انا بس هستاذن حضرتك وضح صوتك يا فندم. استاذ عادل استاذ عادل استاذ عادل محدش سمعك. وتوفى كان معانا طفل يعني وتوفى وما حصلش انجاب تاني وكان عندها مشاكل كثيره هي. انا في خلاص وبعد كده اتجوزت بعد مشوار الطلاق، وكل ما اخش مشوار كل ما اخش مشوار جواز هي اللي تفركش المشوار، ودبحنا على عمامها وخلانها وناسها وبرضه لغايه دلوقتي بتتكلم. كنت عاوز برضه مصاحبي بالنسبه للشيخ في حديث انا بس كنت عايز افتكره يعني ايام المرأة طلبت الزواج من وهي مغضبه وغير فحرمنا عليها رائحه الجنه. نعم لن تشم رائحه الجنه وايام الرجل تمت زي الاجراء. فيا ريت الشيخ يقول لنا. تمام يا استاذ عادل احنا فهمنا سؤالك دلوقتي. فهمنا سؤاله دلوقتي. هو استاذ عادل بيتكلم فهمت ولا اشرح لك السؤال؟ لا فهمت. استاذ عادل بيتكلم دلوقتي ان زوجته في خلافات ما بينهم ودايما تطلب الطلاق. احنا دلوقتي لسبب ايه السبب؟ السبب ان الولد توفى من ساعتها ما فيش وهي ما فيش انجاب. فاهم. فهو كل ما يحاول يتجوز مراته بتفركش له الجواز. لا دلوقتي لو هو راح دلوقتي الدكاتره متخصصين وقالوا ان في مشكله عند الزوجه يبقى هو ليه حق ان هو يتجوز زوجه ثانيه عشان خاطر الاولاد، يبقى ده سبب ايه؟ شرعي. كويس كده؟ طب ماشي. هو دلوقتي بيتكلم في سؤال مهم. الزوجه دلوقتي ما بتخلفش كويس، وانا بلاش انا اتجوزت عشان مراتي، انا مش حمل مراتي يعني ماشي ولا احنا حمل مراتي بس نبات تحت السلم ولا حاجه. انا مش حمل الدكتور بصراحه. ما علينا. وهو اتجوز كويس حلو وخلف منها، هيعرف ازاي يعدل بين الاثنين هنا بقى؟ هو دلوقتي احنا دلوقتي دي حاجه اضطراريه كويس، يقدر يعدل هي الضرورات تبيح المحظورات. يعني لو هيبات هنا ليله يبات هنا ليله تمام. لو هيدي حضرتك قلت كده مثلا يجيب كيس جوافه هنا هيجيب برضه يجيب كيس جوافه. طب ما هيجيب كيسين جوافه هنا. لا بس هنا لا عشان هنا في اولاد. في اولاد. انا بتكلم عامه لو هم فرضان لو عنده اولاد بقى من الثانيه يبقى لازم برضه يزود المصاريف، لان على قد الايه على قدر المصاريف على قدر الايه النفقه. فهمت قصدك يعني؟ يعني ما دام في اولاد ما عندهاش اولاد ما ينفعش يساووا ما بينهم. فهو دلوقتي بيتكلم برضه نقطه ثانيه مهمه قوي. ايما امراه طلبت الطلاق بايه؟ بغير عذر. يعني هي دلوقتي مثلا لو كان جوزها مثلا دلوقتي ظالمها او كان مثلا جاي عليها دلوقتي وطلبت الطلاق هي مش متضرره في حاجه، ما عندهاش ذنب. معلش سام فلنا بس قال ايه بغير عذر. ليه؟ عايز يحافظ على بيوتنا، عايز يخلي في البيوت استقرار وامن وايه وحب. فاحنا دلوقتي نرجع لموضوعنا كنا بنتكلم في نقطه، اللهم صل على سيدنا محمد. ازاي تكسب الزوجه قلب زوجها؟ الله ينور عليك. ازاي تكسب الزوجه قلب زوجها؟ الراجل بطبعه بيحب الاحترام، بيحب التوقير، بيحب ان هو يتعامل معامله يعني زي بيقولوا كده تاخد رايه في كل حاجه، تحس ان هو الكل في الكل في البيت. الراجل دلوقتي المراه الناصحه الام الزوج الصالحه لما جت توصي بنتها عند الجواز ما قالتلهاش قصقصيله ريشه. ما قالتلهاش مأمنة على الرجال مأمنة المية في الغربان. لا لو حد دلوقتي موجودة صدقيني وهو قالت صح لها. هو موجود صح. وعلى فكرة في رجالة فعلا ما بتجيش غير بقصقصة الريش. لا برضه ما ينفعش. ازاي يعني؟ بتتحمق قوي عند لما اجي اتكلم عن الرجال. مش فاهم والله. ازاي يعني؟ لا ازاي يعني؟ ليه ما تجيش الا بقصقصة الريش؟ والله. ما بيقول لك الراجل بيحب الوقار، بيحب الاحترام. في راجل بقى تيجي تديله وقار واهتمام. طب معانا اتصال هاتفي. استاذ رجب الو. استاذ رجب استاذ رجب خلاص قطع الاتصال اتقطع. ماشي. الراجل بيحب الوقار وبيحب يتعامل كطفل يعني محايله ومسيسه، والمراه بتحب برضه تتعامل كايه امراه كائن هش زي ما العلماء قالوا، ورده ترضيها وكلمه تقتلها. شوف شوف الرقه والحنان قد ايه والرومانسيه. ورده ترضيها لو وانت مغضبها ومزعلها منك ورحت كده افتكرتها كده بورده ولا مش كلهم برضه مش كلهم كده والله العظيم. مش كلهم برضه. لا انا بقول لك مش كلهم لو كله راجل قلنا كده عامل زوجته ان زي ابنه او بنته او عاملها يعني كحب ورعايه واهتمام. المراه بتحب الاحتواء. لو شافت الراجل محتويها حتى لو ما بيصرفش عليها او مقصر في مصاريف البيت والله العظيم هتشتكي. يا استاذه الازواج بيشتكوا من بخل المشاعر صدقيني والله. زوجه بتقول لي انا بشحت من جوزي الكلمه. أيوة. والله العظيم جوزي ما بيكلمنيش، جوزي بيبسط وبيفرح بره وبيجي البيت اكنه عليه عفريت ولا بيتكلم ولا بيفرح. ده مش بخل نفقه، ده بخل مشاعر.
هو قالت له والله، قالت لي مش مقصر معايا في مصاريف بيت او اولاد او اي حاجه. هو كده كده احنا وصلنا لنهايه الحلقه. لا وصلنا لنهايه الحلقه، احنا الكلام معاك يعني تختم بقى. والكلام معاك بصراحه انا والله العظيم يعني الكلام شيق معاك جدا، الكلام شيق وحلو، وعايزين نعمل حلقه ثانيه. انا اسعد والله، بس المفروض تزودوا وقت الحلقه شويه. لو دي رساله بسرعه خلاص مش مشكله. شكرا يا محمود، نورتني انك كنت معانا النهارده. نورتنا والله، وحديث جميل. وكده تكون انتهت حلقتنا. هيبقى لنا لقاء ثاني اخر ما تقلقش. ان شاء الله وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة الجاية بموضوع جديد إن شاء الله. وقبل ما أنهي، وقبل ما أحمد ينهي الحلقة، عايزة أقول لكل الأمة الإسلامية كل سنة وأنتم طيبين. الخميس الجاي إن شاء الله رأس السنة الهجرية، كل سنة وأنتم طيبين ودايما بخير. سعدنا بيكم بصراحة، ويا رب تكون الحلقة فادتكم وتكونوا استمتعتوا بوقتنا. وإن شاء الله بإذن الله نتقابل على خير الحلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله.